احيانا ربنا ممكن يأخر عنك الحاجة اللي نفسك فيها عشان مصلحتك، وانت بتهيالك ان يا رب اتأخر الفرج ليه، يا رب اتأخر الحاجة اللي نفسي فيها ليه. انت احيانا بتبص للموضوع من نظرتك انت، ولكن هو عند ربنا حاجة تانية خالص. احيانا انت بتبقى حزين بالمشكلة اللي حصلها لك، وهي هتبقى سر سعادتك دنيا واخرة.